تحية لمشاهدي قناة سوس تي في. وفي متابعة لموضوع ظاهرة التمييز بين التلاميذ داخل المؤسسات التربوية العمومية، سوس تي في تنقل لكم آراء ووجهات نظر الإطار التربوي بخصوص هذا الموضوع. مشاهدينا تابعوا معنا هذا التقرير. بيك وبيك عايشك. بسمة المكني، مربية بمدرسة الحكيم جرول سوسة. مادام لو كان تحكي لنا شوية على حكاية التمييز هذه بين التلاميذ، خاصة يعني التلامذة المتميزين ويحطوهم في قسم وحدهم والتلامذة اللي أقل مستوى في قسم وحدهم، التدخل متاع الأولياء في الموضوع، ولد فلان ولد علان وكذا، التأثيرات متاعهم على التلامذة في اختيار وخاصة في توزيعهم بين أقسام. شكرا. هو بالحق موضوع حساس، ومعناتها يلزم نداركوه قبل ما يزيد يستفحل، خاطر هي ظاهرة تقريبا جديدة، ماهيش قديمة برشا، ولكن هي ظاهرة بالنسبة لي شاذة، خاطر ما لاحظتهاش في كل الأقسام وفي كل المدارس. في بعض المدارس وبعض الأقسام، خاصة المدارس اللي تلقى فيها معناتها أولياء متسلطين وكل اللي منقولاني هكا يحسوا برواحهم متميزين على غيرهم، اني نقول اصلاح هذا يبدا من مؤسسه تربويه وخاصه من المعلم. يلزم المعلم هو اللي يرفض انه يكون عنده قسم سيليكسيوني، معناتها قسم بالمتميزين ولا باللي لبس عليهم واللي بالمنعرشاني، نجم يكون حتى المزيانين ومحابات لاولياهم. لكن الظاهره هذه راهي ماهيش متفشيه برشا، مش كل المعلمين يرغبوا انهم يكونوا. اني واحده من الناس كي نلقى تلميذ قسم اوموجين، معناتها فيه الباهي والمتوسط والتلميذ الضعيف، يخدمني خير من اني باش نلقى روحي تعبه مع برشا تلامذه قويين كما هما يقولوا، ان كان هي مش صحيحه راهو، خاطر احنا هنا كي سيليكسيوني وسيليكسيوني ولد فلان وفلتان، مش سيليكسيوني والباهي. كان جاوا ما يعملوا قسم قوي وقسم متوسط وقسم ضعيف، والله فيها فايده، باش يتعب المعلم اللي قري في الضعاف ولكن باش يوصل معاهم، والمعلم اللي قري في المتميزين زادا باش يتعب، خاطرهم باش يكونوا قويين برشا ويطلبوا برشا معلومات وبرشا. هذه اني نمشي معاها في الخطه هذه. اما انا اللي نحب ونكون مع الناس اللي باش يقاوموها هي ظاهره انهم يختاروا ولد فلان وولد فلتان وولد علان والزوالي والفقير واللي ما عنده حد ولا والي لا تالي، هو اللي يحطوه في قسم وحده. اما راهي نحب نوضح لك راهي ماهيش متفشيه، راهي مش موجوده بكثره، باش تلقى حالات شاذه والشاذ يحفظ ولا يقاسوا عليه. لكن سامحني، لاحظوا في برشا مؤسسات تربويه وكذا اللي فما حتى على الانترنت اللي برشا ناس تشكى من التمييز هذا، ولات ظاهره متفشيه، فما حتى التمييز يعني، فما حتى شفنا في بعض الوسائل اللي كونوا تمييز بين الجهات. اي صير موجود. اني الحقيقه ما عشتش الحادثه هذه، ما ريتهاش قدامي، شفتها كما قلت انت على الانترنت، لكن فما برشا تاويل. بون تنجم تكون صارت حاله اثنين ثلاثه في مدرسه ولا في ثلاثه مدارس مختلفه، اما ماهيش بكثره. اني مثلا وكان نعيش الحاله هذه في قسمي مستعدة ننشرها، مستعدة نقولها، مستعدة نفضحها، خاطر ما ثماش ميز بين واحد جاي من القصرين مادام أبوه وأمه يخدموا لنا وساكن لنا، يلزمو يكون كيما الساحلي ولا جاي من سيدي بوز. عندي أني وعند الزملاء اللي شفتهم معايا، أني كان نهار نلاحظ ولا أنتم تحكوا لي على ظاهرة، إما نثبت لكم أني مش موجودة وإلا نجي معاكم ونعاونكم على أني نكشفها. التمييز وارتباطه بالدروس الخصوصية. اي هذا موجود الحقيقه، واني بيجي ضده على طول، وذاك علاش اني نعيب على الوزاره اللي طلعت اني باش نعملوا باش نوقفوا، وراهي ماهيش واقفه دروس الخصوصيه، وهي اللي قاعده تعمل في التمييز، هي اللي قاعده تعمل في التمييز. ما عادش ولا التمييز نتاع توا اللي يدفع اكثر، حتى الزوالي ولا يدفع راه ولا يقرا في ليتود. دونك اني هنا نجم نعيب على الوالي زاد، خاطر انت بيدك نجم تقاومها الظاهره هذه. كيف ثلاثه اربعه خمسه سته عشر اولياء كل مره يزيدوا يقدموا، سيدي مش مقري، شو معناتها تلميذ سنه اولى يقرا تيوت، تلميذ سنه ثانيه يقرا، انت حتى للسادسه احنا ما كناش نقراو تيوت، كنا شكون يقرا تيوت في الليسي، بوه بي ونقراو في وسط الليسي في عادي اني وقت اللي قريت وبعدي. توا من سنه اولى تلميذ مضغوط عليه يلزمو يقرا، ولا والله عشتها بيدي اني، وتحب نعطيك حتى يبدا يقرق بيك الولي، يجي راني ما قريش، راني ما قريش، لا قري والله لا نقولوا عليك والله نسترك، يا تيش تسترني شبني نبيع في الزطلة اني تستر فيا. كيفاش نقاوموا الظاهرة هذه، حكاية التمييز هذه كيفاش نحدوا منها وكيفاش نقضيوا عليها؟ نبدا بالولي، عندي اني، خاطر الولي هما أكثر عدد من المعلمين ومن الإدارة.
مرحبا بك حسن. صباح الخير حسن شك، رئيس جمعية تولية تلاميذ مدرسة الحكيم جرال. حسن، لو كان تحكي لنا على التمييز بين التلاميذ والممارسات عادة اللي ما عندهاش حتى علاقة بالمؤسسة التربوية على التلامذة، والتفرقة هذه بين التلامذة، خاصة نلقاو قسم فيه متميزين الكل، قسم تلقاها فيه المتوسطين والضعاف، اللي يخلق مشكل بين التلامذة ويخلق مشاكل نفسية بين التلامذة وحساسية خاصة ما بيناتهم. كان تحكي لنا شوية على الموضوع هذا. شوف والله هو توا الإنسان ما يخبيش الشمس بعين الغربة، سيت ان فينومين موجود، وموجود مش مقتصر كان على جرال، موجود في عدة مؤسسات عمومية وخاصة عمومية، وهو فينومين مرفوض بالطبع، لأنه إذا كان باش نحطوا الكل باهين في قسم واحد، شكون باش يعمل ليميلاسيون، شكون باش يعمل التحفيز باش الصغير المتوسط أو حتى ما نقولوش الضعيف المتوسط باش ينجم يحاول يقلد التلميذ الباهي. بون، فما عدة أكسيون دون سو سونس نعملوهم، أنه احنا كجمعيه مثلا نلفتوا انتباه نتاع الاداره، او نحسوا الاولياء، او نقوموا بعدة تدخلات بدون ضجيج او بدون ما الناس تعرف او بدون الاولياء ما يعرفوا، اوبريدو للاداره، والاداره بصفه عامه بوم هما بيدهم يقول لك سام فينومين، احنا بيدهم يقلقنا. علاش يقلقنا؟ على خاطر ما نجموش اذا كان نحطوا لي ريزولتا باش يجيونا ريزولتا متناسقين والا باهين، يلزم من كل، وبعدين زاد عندك الظروف وعندك الضغوطات نتاع الولي، الا ولده متوسط او ولده ضعيف يحب حتى هو ولده في قسم باهي. دونك هو راهو التمييز هذايا حتى في الدوله موجود. باش نقول لك كيفاش موجود في الدوله، مثلا في اللي سي بيلوت وكوليج بيلوت، بر تونس كان بيها ما كانش بيه. احنا هنا نعملوا ناخذوا الكريم الزبده نتاع الوليدات نتاعنا، ونهزهم البيلوت ينجحوا في البيلوت، وين يمشيو لا بلوبار الزبده نتاع الزبده تاخذها اوروبا أو أمريكا، مازال وين خرج من الباك عنده بورس ويهزوه، وما كانش التمييز هذا. بورتون تونس عندها مهارات وعندها مخترعين وعندها يعني قبل ما تخلق للتمييز هذا اللي أنا سمي تمييز نتاع لي ليسي إلي كوليج بيلوت، تونس كانت فيها وموجود فيها قبل ما يخلق البيلوت. سام فينومين مرفوض في الحقيقة. وكان نحكيه على ضغط الأولياء وممارستهم لضغوطات متاعهم واستغلال المكانة الاجتماعية متاعهم أو المناصب متاعهم الإدارية، للضغط على المؤسسة للأولياء التلامذة متاعهم أو أبنائهم يتمتعوا ببعض الامتيازات في اختيار القسم، في اختيار المعلم زادة. شوف هو رو موجود، أما باش ياخذوا امتيازات سبيسيفيك نجم تكون بعض الحالات وانا عشتها موجود، ولكن راه ما تنساش فما الاولياء او فما الجمعيه يفون لو كونتربوا، الولي يولي يقول لك يتير لا سون دالير، ما يقولكش بيه ولدي. دونك حتى لو كان موجود الفينومين هو موجود، يقول لك ابريتو بون بربي ولدي حطه هنا ولا لا لا هنا. الاولياء الاخرين باش يردوا رده فعل، اي والاداره مهما كانت باش تعطي تمييز ما تنجمش في الاخر، مي ما نجموش نكرو نون بلو. فما ضبطوا عندكم شي برنامج المقاومة الظاهرة هذه مثلا؟ احنا عن برنامجنا هو تحسيس الأولياء، نقولوا للمرأة أنت سمعت أنه المعلم هذا خير ومش في بالك باش تحط ولدك خاطر أنت ساهمت به، ساهمت بارك الله فيك وحشنا بالمساهمة نتاعو، أما أنا نقنعهم أنا بيرسونيلمون في الجمعية نقنعوا الأولياء، قولوا راهو يقول لك سيدتي فلانة أو سيدي فلان، نجموا نقولوا للمرأة كله مثلا تلقاها أنت تحب تخرج ولدك من عند المعلم هذاك، هو يمكن يكون أحسن وأفضل. هما كلهم بون ما همش الكل يعني ككل المجتمعات، فما طبيب الباهي والمتوسط والاكسيلونس يفو لو دير، تبقى نقنعوهم نقول لهم راهو سي با فري، هذا ياخذ اسم على خاطر ما نعرفش علاش او عمل روحه اسم. وبصفه عامه تلقاهم لا بليبار دو تون، انا عشت حالات نحسهم لا بليبار دو تون الاولياء اندوي اون ايرور يعني غالطين، يقول لك باش نهز ولدي قسم الفلاني على خاطر السي فلان ولا عمل كذا ولا كذا، هو تلقاه غالط. علاش؟ خاطر هو سامع الناس اش تحكي وكل، كيف تسمع الناس تحكي ماهوش بالضروره التقييم نتاعهم صحيح، كون المعلم هذا خير من الاخر او هو كيما يقول لك هو الانسبكتور ويجعله يعرفوا يقيموا، كيما قالت ام بكري مدام واحد في العامين ما ينجمش يقيموا، تبقى زاد يفوتر رياليست، راهو المعلم او الطبيب او الافوكا او كذا او كذا الباهي ديما يفرض روحه ويبدا معناه مش عنك هكا الناس تحكي تقول هذا باهي، باسكو اي ليبيا مع الاخرين المتوسطين انه زاد يقلدوا زميل في خدمته في طريقته في تعامله مع
في وسط المنظومة التربوية. زاد ماهوش عيب كي يبدا الواحد إنسان باهي ما يبداش زاد يخبي روحه، راني أنا كيما بالتواضع يولي سيتوف بالتواضع. دونك الباهي يقعد باهي بيان سور، والشهرة ما تجيش هكا، تجي على خاطر هو إلي إكسيلون في ميدانه، ما نحكيش كان على المعلمين. التمييز هذايا تراه اللي يخدم النتائج نتاع التلميذ ويخدم المؤسسة التربوية ويخدم التعليم بصفة عامة ولا؟ لا ابدا، لا يخدم لا التعليم ولا المدرسه ولا وخاصه العمومي. يعني احنا ماذا بينا العمومي يرجع البريق نتاعو، اذا كان مش نعملوا التمييز هذا ما عادش عمومي، واحنا اولويت كونتر سا. التمييز ما يلزمش يكون، يلزم التمييز ماهوش على خاطر هذا باهي وهذا مش باهي، يكون صغار كل باهيين في الحقيقه. بالعكس التمييز الايجابي بالنسبه لي هو وقت اللي يبدا انسان طفل متوسط او عنده تعثرات او موشي لك، هو هذاك التمييز الايجابي وقت اللي انت تتلهى به باش يكون في عرض مستوى هو والباهي، لانه الصغار كل عندهم نفس الذكاء او نفس الحيويه او نفس الطموح. هو اونيكول اكسيلون هي اللي تتلهى بالصغيرات المتوسطين والتعبانين، يعني للدرجه الاقل، هذيك هي ليكول بارفيت ولا اكسيلون. الباقي كل النتائج معناها التحفيز نتاع، انا مثلا ضد الشهاده اللي يعطيهم ثلاثه الاولاني، أو هذه امتيازة والآخر جاء كل تريميستر ضد، هم الصغار كل يستحقوا الشهادة. الشهادة هو شهادة أنك أنت تحفزوا وتشجعوا وتعاونوا باش يطلعوا باش يجيب مش بالضرورة في 19 وفي 20 وفي 18، هذاك كل ماهوش نقطة امتياز. كلمة أخيرة شكون توجهها أحسن باش نجموا نحدوا المشكل هذا؟ للكل المكونين تاع الأسرة التربوية. ما قبل نقولوا أسرة تربوية في مفهوم الناس هي الإدارة والمعلم، لا، الأسرة التربوية فيها الأولياء والإدارة والمربي. هذه نوجهها للناس كل الكل معنيين. سيداريتي الكونكورونس فيغ ليكسيلونس. ليكسيلونس هي في التوازن نتاع الصغير، هذاك هي ليكسيلونس، مش في النتائج وفي العشرين وفي السبعتاش وفي الستاش. سي ليكيليبغ دو لونفون، سي لو بونور دو لونفون، سي سا ليكسيلونس.